السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو نوريكم طريقة تحضير الأعشاب الطبيعية، إلى تطبخوها ولا تنقعوها. هذا السؤال دائما يرجع في الفيسبوك، يرجع على الخاص، يرجع في اليوتيوب. وكي تشروا عشبة طبيعية ما تعرفوش لا تنقعوها ولا تطبخوها. وطريقة التحضير مهمة جدا باش تستنفعوا بالمنافع نتاع كل عشبة. كل عشبة عندها طريقة التحضير تاعها، طريقة سهلة باش تتعلموا كيفاش تحضروا اي عشبة اذا كانت تتنقع ولا كانت تطبخ. هذه الطريقة سهلة باش ما تزيدوش تعودوا تسقسوا اي واحد، وباش ما تحضروش خطأ العشبة اللي تشروها. غادي نوريكم اليوم الطريقة، وبإذن الله تستافدوا منها وتولوا تعرفوا تحضروا كل عشبة مهما كانت هذه العشبة. الأعشاب عندهم طريقتين للتحضير، عندهم الطريقة الأولى يتنقعوا، والطريقة الثانية عندهم يطبخوا في الماء. كي تشرو مثلا العشبة اللي فيها الوراق، اللي فيها البذور ولا فيها الورد والزهور تاوعها، هاد العشبة ما تطبخوهاش، لازم تنقعوها. كيفاش تنقعوا لهاد العشبة؟ تحموا الماء وتفرغوا المحامي على هاد العشبة اللي شريتوها، على الوراق تاعها، البذور ولا الزهور، وتخلوها تتنقع 10 دقائق حتى 20 دقيقة، تصفوا وتشربوا. هذه هي الطريقة الصحيحة نتاع تحضير الأوراق ولا بذور ولا زهور الأعشاب. طريقة النقع. الطريقة الثانية تاع تحضير الأعشاب هي غلي العشبة في الماء وطبخ العشبة في الماء. كي تشرو عشبة فيها الجذور تاعها، فيها لي غاسين، فيها لي تيج، الساق تاعها، هذه العشبة ما تتنقعش، هذه العشبة تنطبخ. كيفاه تطبخوها؟ ديروا العشبة في الماء وتطبخوها 10 حتى 30 دقيقة وتصفوا وتشربوا. هذه درك طريقتين صحيحتين نتاع تحضير العشبة. اي عشبة تشروها قعوها ولا نطبخوها، شوفوا واش شريتو في العشبة، لا شريتو الورق وشريتو البذور والزهور الورد، هذه ننقعوها ما تنطبخش. كون تطبخوها تضيعوا كاع المنافع نتاع العشبة اللي شريتوها. وإذا كان شريتو الجذور لي غاسين او لي تيج الساق، هادي طبخوها، على خاطرش لا نقعتوها ما غاديش تستافدوا من المنافع اللي في العشبه. دونك تطبخوها مليح كما قلت لكم 10 دقائق حتى 30 دقيقه، صفوها وشربوا. ان شاء الله بقدره ربي راني وضحت لكم الفرق ما بين كي تنقعوا عشبه وكي تطبخوها، اللي في العشبه اللي تتنقع واش اللي في العشبه اللي تطيب وتتغلى. ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله تبعتوه للناس للاستفاده والدال على الخير كفاعله. وان شاء الله نتمنى نتلاقاكم في فيديو مقبله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.